سميتني حكيمه وساكنه في هاد الحومه هذه. انا بنت هنايا بنت طراس وكندوزو من هنا، هذا هو السوق ديالنا خويا. كيفاش كتشوفها؟ وهاد الدره غادي طيح شي نهار على شي واحد غادي يموت، غيقدر كندو معنا وليداتنا. هذه هي الطريق من كندوزو للسوق هنا، هذه هي البلاصه ديالنا كندوزو مع وليداتنا كنمشيو نتقداو، وخفنا شي نهار طيح على شي حد ما يوقعش لينا حنا داكشي اللي وقع في كازا. تولي الساكنه ديالها قادر حتى هي مهدده بهذا الشيء ديال الديور قدام، راه كاينين بزاف، راه ماشي غير هذه، راه حتى في الداخل كاينين. كنطلبوا من المسؤولين. شحال من مره انت كدوزي هنا؟ كندوزو دائما حنا كنتقداو، هذه هي بلاصتنا. شحال من عام وهي الدار؟ هو راه قديمه هذه، راه قديمه الدار هذه، حتى واحد ما هدر، حتى واحد ما خاصها ضروري تا الدار تطيح، خاصها تهدم، خاصهم يشوفوا كيفاش يديروا ليها بعدا، غير يهبطوها الارض لا تطيح على شي واحد. وكنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يحيدوا لنا هاد الدار هادي. بالنسبه لهاد البنايه كما كتشوفوها لا يشك احد بانها تشكل خطر، والكل مؤمن بانها من المسؤولين، والدليل بانهم راه بالفعل كيعترفوا بانها تشكل خطر هما هاد لي بارير اللي دايرين، لان كون ما عارفينش بانها تشكل خطر ما غاديش يديروا لي بارير. اذا هذا اعتراف من المؤسسات بان هناك بالفعل، خصوصا ان هاد البنايه اثارت الكثير من النقاش، هناك في الوسائط الاجتماعيه، هناك فاعلين جمعويين راسلوا، هناك اجراءات اداريه دارت. راه هذه كانت امام العماله القديمه، راه هذه هي العماله الان، ونحن نتحدث على واحد المشروع كبير ديال التهيئه ديال هذا المقر ديال هذا الخصبه ديال مسكين هذا اللي امامكم اللي الان يشرف عليه عمل الاقليم. كيفاش غنتصوروا انا كابن هذه المدينه وكفاعل جمعوي، كيفاش غنتصور هذه التهيئه ديال هذه البنايه والحال امامها هناك بنايه صغيره تشكل خطر على الساكنه؟ للامانه هناك مجموعه من الاجراءات، هذا الملك وهذا يقع كثيرا، هذه المشاكل تقع في الاملاك اللي كترجع للورثه، ملي كيكونوا الورثه متعددين هذه حال هذه البنايات. ثم هناك بالفعل فراغ قانوني، ان صح التعبير هناك فراغ قانوني. الان القانون ديال 94/12 لا زال فيه فراغ قانوني يتم التلاعب عليه من اجل انه الاسر، بعض الاسر سمحها الله ما كتبغيش دير خدمتها وما تبغيش تصرف على هذه المباني، وبالتالي كتنتظر من المؤسسات المنتخبه انها تقوم بهذا العمل، وبالتالي يؤدي المواطن من المال العام، لان هذه الجماعات المحليه تسير وتدبر بالمال العام، وبالتالي هذا كاين فراغ قانوني في هذا الجانب. على اي حال اليوم انا من خلال المتابعه ديالي ديال هذه البنايه كاين كثير ديال المراسلات، كانت اولا اعتقد في 2019 هناك مراسله من عامل الاقليم لرئيس المجلس الجماعي، رئيس المجلس الجماعي بالفعل نبه الاسره المالكه يعني ورثه المالكين ديال هذا الملك وما دارش شي حاجه، واعتقد جات شي مراسله اخرى لم اعد اتذكر تاريخها ديال ان رئيس المجلس قام منذ مده بتذكير الاسره بهذا الموضوع، ونفس الشيء لا تجاوب. ومؤخرا حسب علمي ان هناك ربما الملف حالته السلطات حتى على النيابه العامه. اذا هناك مجموعه من الاجراءات من طرف السلطه من طرف المجلس، ولكن الان ما بقاش مقبول من هذه الامور. كما قلت لك القانون ديال 94/12 فيه ماده واضحه في هذا الاطار، رئيس المجلس الجماعي يجب ان يمارس صلاحيته ويجي، وهذا واجب عليه، لان هاد المواطنين راه ماشي رخاص لهذه الدرجه. يتم الهدم ودوك المصاريف اللي صرفت الجماعه تحسب كضريبه على هذا العقار. هاد الناس بغاو يبيعوا مستقبلا ولا بغاو يبنيو يخلصوا داكشي اللي كيتصل هذا العقار. كيف راه هذا الشيء نقولها لك، موضوع ديال التعمير اصبح معرض للعبث والاستهتار، وهذا مؤسف. لذلك اليوم النداء يجب التحرك باستعجال في هذا الجانب. انا عندي براكه عشا كاينه الفوق في السكنه فيها بحال ديال الدجاج الفوق، عاد مني خفت تطيح عليا واحد البيت كنت شاده لتحت تردم ما خفت مشيت لهم، عاد مشيت لواحد الدار ثاني درت فيها وليداتي كلها ريبه. شحال من عام؟ انا جايين 30 عام حنا دابا هنايا، راه ولدي عنده 26 عام ولدته هنا. علاش كتخافوا؟ كنخاف
يخافوا من اي حاجه، كل شيء من الشتاء من العمل الباب محلول. وفي الاخر هو شي يقول لك، يقول لك ساكنين فابور، نهار حنا درنا الرينا وكملنا كيمشيو هما تياكلوا الفلوس بعضياتهم. دابا الدار كتهد الحياه، وراه مهدده بالحياه، راه في المقاطعه مهدده الحياه. ملي كيجي شي مسؤول يدير هنا كيحبسوه، كيقولوا ما تمشيوش، راه دوك فاعلين تاركين، عقليهم راه ساكنين فابور وحنا مردومين هنا. حنا بغينا الحل، ماشي تنتردموا كاملين ولادنا والناس يتردموا. وجات حدا العماله يا حسره، هذه حاله تكون هنايا، راه دابا داك الشيء اللي تيقول هو دابا. شنو رسالتكم للمسؤولين؟ حنا الرساله يجي يديروا لنا الحل، يجي يفضوا مع الناس. راه غتردم والله، غتردم وساكنين فيها الدار هذه هنايا، حق الله الا غتردم، الا كنعسوا مخلوعين. داك النهار جا الزنزان هكا مشات وجات، عايشين في الخطر. وحق الله كاين اللي كيبرك هنا حدا الباب في الشتاء، ولا كاين اللي كيمشي تيقول لك تحيد الشتاء عاد رجع. هو دابا تيقول لك لا لا من هنا لا، انا ما بغيناش فابور، الناس بغاو غير نهار يكملوا كونترات معطيين فلوسهم وخرجوا، هذا الشيء اللي بغينا. كاين حنا مضرورين من ناحيه السكن، ساكنين في هذه العماره، ساكنين في هذه العماره ومضرورين. علاش مضرورين؟ مضرورين من القوادس، مضرورين قريبه تطيح، وقريبه تطيح، مضرورين من القوادس. ديك نهاريه انا الماء سرح عند المراه لتحت، طلعت ليا يا الفاب كتعتسب فيا وما فكوش هما المشكل. ديك الساعه ملي ما طلعش ما تسبنيش انا، هذيك المراه بيني وبينها هي هما. وطلع المده وانتم ساكنين؟ انا 18 عام من 2001. وهي هكا؟ وهي هكا. راسلت السلطات هذا شنو دار معكم؟ با كيجوا كيجي يدخلوا ويخرجوا ما عرفتش. وشنو الرساله ديالكم للمسؤولين؟ الرساله دي حنا يديروا لنا شي حل. كتشوفوا حياتكم؟ حياتنا ضايعه، ولادنا مثلاش كيجوا عندنا، ولادنا هربناهم صغار، ولاد بنتي، ولاد بنتي انا هربتهم ما كيجوش عندي ما كنشوفهمش. هربتهم، خفنا تطيح علينا. خفنا تطيح علينا، انا درك ولا طاحت عليا ما كاين مشكل، راني داو راني اللي طاحت على الدراري الصغار. الدراري الصغار اللي واعره. هذا الخطر اللي كيهددنا هو دابا كنعسوا دابا بالليل وكنخافوا، كنخافوا على ريوسنا بزاف. في كنشوفوا دابا الديور كيطيحوا دابا في كازا وفي هاد المناطق في الدار البيضاء، دوك الديور يطيحوا دابا ثلاثه، ما كنباتوا فين كتجي الشتا ما كنعسوش، الليل كامل حنا كنباتوا فايقين. يعني انت ساكن هنا؟ ساكن في هاد العماره هادي، ومدده السقوط بزاف، وكما كتشوفوا دابا الناس اللي داز كيدوز كيخاف منها، دابا كيدير لها ديال لها كرياج دابا، اللي داز كيخاف منها، دابا حنا فين كنعسوا كنخافوا، فين كتجي الشتا خصوصا فين كتجي الشتا، ما كنباتوا فايقين، ما كنعسوش. المهم كنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من الجهه ديالنا، ويشوفوا المسؤولين يشوفوا فينا. الله يرحم الوالدين. ما جا شي مسؤول؟ ما جا حتى شي واحد. منين شحال من سنه وياك؟ شحال من عام هذا تقريبا؟ شحال من عام الناس كنا حنا دابا 11 سنه بس ساكنين هنا. وهي هكا؟ وهي هكا. حتى واحد ما تحرك؟ حتى واحد ما تحرك، حتى واحد ما كيجي عندنا. انت كمواطن النداء ديالك لهاد المسؤولين؟ المسؤولين يجوا يشوفوا يشوفوا فينا الله يرحم الوالدين، يجوا يشوفوا هاد الدار هادي راه مهدده السقوط قبل ما توقع الكارثه، يعاودوا يقولوا اودي شنو كاين، يشوفوا فينا الله يرحم الوالدين.